السلام عليكم، صباح الخير صباح النور. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شي بخير الحمد لله. مرحبا بكم والف الف مرحبا. مرحبا بالناس الجداد وبالناس القدام. تنشكركم بزاف 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 على الاشتراك ديالكم والدعم ديالكم. مرحبا بكم والف مرحبا، وجمعه مباركه، والله يهزنا هذا الوباء، الله يسخر لينا ويحفظ لينا وليداتنا يا ربي، وتفرحنا وتفرح كل واحد وتحقق كل واحد الامنيه ديالو يا رب. اليوم غادي نشارك معكم النهار ديالي، وبغيت نشارك معكم واحد الاكله باكستانيه سميتها ايغ كوري، يعني البيض بلاصوص، هو البيض مسلوق بلاصوص، تجي اكله زوينه. وكان عندي شي مسمل تيقول لي براتا العجينه ديالها، وغادي نديرها اليوم، ولكن ما في الفيديو ما غاديش نوريكم العجينه ديال براتا ديال المسمل حتى الفيديو الاخر. بقاو مع الفيديو حتى الاخر، ومرحبا بكم، نهار جديد وفيديو جديد، تبارك الله عليكم. وغادي نبداو بالمقادير. هذا ديال اكوري تيجي زوين، البيض مسلوق بلاصوص. ولا سمعتوا حق الصوت ديال الاستاذه، سمحوا لي الدراري عندهم المدرسه، داكشي علاش. انا سلقت هنا البيض ونقيته وخليته يبرد شويه قبل ما نبدا نطيب فيه. واخا انا عندي هنايا لقامه ديال الدجاج ديال باكستان، مطيشه ديال الحك، ثومه وسكينجبير، سمحوا لي تنشي قرعه وتدي لي الشهر. هنا عندي البصله والفلفل الحلوه الخضراء والحمراء والصفراء، وهنا عندي الزيت. تنشدو البيض وخاصنا نتقبو مزيان، الا ما تقبتيش راه ما تدخلش فيه لقامه، ضروري تقبيه. وحقو هذيك البصله اللي وريتكم ومعها فيها الفلفله الفلفله الحمراء والصفراء والليمونيه، هذوك البنات تنشريهم ب 1000 فرانك، تدي لي جوج مرات ثلاثه المرات، داكشي علاش. ودابا غادي نبداو بسم الله، نبداو بالزيت هو الاول. عرفتوا البنات تجي واحد الاكله واعره مع المسمل ديالها، اللي ما غندير لكم المسمل معاها بلاتي. نشعل البوطه وبسم الله نبداو. سمحوا لي ناخذ معلقه بسم الله، وغادي نخليها تحمر شويه ونرجع معكم. ولكن هذه الاكله واعره واعره البنات، جربوها وغتعجبكم. وان شاء الله انا غادي ندير واحد الفيديو على على القامة ديال الهنود، واخا وشنو فيها وباش مصنوعه وباش كلشي ليها. ولكن انا تجيني ساهله هنايا في امريكا، لان كاينين رخاص، جوج باكيات ب 1000 فرانك، يعني باكيه تدي لك جوج مرات ثلاثه المرات على حسب. انا باكيه تدي لي غير جوج المرات، ما نكتبش عليكم لانني تنكثر القامه. وكيش تشوفوا دابا تقلات مزيان، هادو هما الماكله بحال هكا ديال باكستان. الا ما تقلاش ليهم البصله بحال هكا راه ما تتعجبهمش، خصهم ضروري تقلى. وانا ما درتش بزاف. بسم الله نزيدو القامه ونزيدو ثومه وسكينجبير. انا عجبوني هاد الطويصات الصغيور اللي جابوهم لي راجل، بحال شي دراري صغار. بسم الله نضحكم ولا هربي. انا غنرجع معكم، خاصها غير دار شويه، شتو والقزبر والمعدنوس ما وريتوش لكم حتى الاخر، اش غادي نزيدو. الا بغيتوها حمراء اكثر من هكا تزيدو المطيشه، الا بغيتو تخليوها بحال هكا نتوما وقياسكم ديال المطيشه والاقامه. وتقدروا ديروا غير الملح والبزار وسكينجبير والكمون تحميره وصافي. ولا بغا عندكم شي فلفله حاره زيدي، انا ما عنديش اليوم الفلفله الخضراء الحاره ما زدتهاش، ولكن درت لقامه كثيره يعني غتجي حاره كثيره صافي، كي حتى مشكل. هانتوما كي تشوفوا ما نقولش لكم الريحه ديالها، شتي لاصوص دخلت فيها كلشي مزيان صافي. وكي قلت لكم ضروري البيض، انا ما درتو خصني نعاودها، البيض يتسلق شتو، البيض ضروري دير تقبوه بالفرشيطه ضروري كلنا تقادو، غنعاودها باش ما تنساوش. بسم الله وما تزيدوا فيه لا ما لا حتى شي حاجه،
تيجي بحال طاجين خاطر، تيجي زوين، تقدروا ديروه في الطاجين بزاف د الحوايج، وتزيدوا عليه بطاطا فريت من الفوق الا بغيتوا ديروه بحال ماكله مغربيه غير اللي بغيتو. انا بعدا وريتكم غير هذا اكوري، صافي ديروا نتوما اللي بغيتو. وكي تشوفوا دابا ها نتوما صافي، دابا غنخليه حتى الاخر ونزيد عليه شويه القزبر. انا ما تلقاش المعدنوس هنايا، ولكن تنشري القزبر مره اخرى الا لقيتو راه غنشريه. صافي وتزيدوا عليه، تيجي غزاله البنات. دابا بغيت نوريكم كيفاش جات. ها نتوما جات خاطره زوين، ها نتوما شفتوا. انا غادي نديرو في ديال التقديم، التبسيط ديال التقديم، ونوريكم الشكل النهائي. بقاو معايا كي تشوفوا، هذا هو الشكل النهائي في التقديم ديالو. ولكن انا غادي ندير معاه البراطا المسمل، وغادي نوريكم عاوتاني الشكل الاخر ديالو. واخا بقاو معايا، انا ديما تنقول لكم الشكل النهائي، الشكل النهائي، قول لي راه الشكل النهائي اش بغيتي يا سهام. يلا بقاو معايا. انا هنا بديت نطيب في البراطا في ديال المسمل ديال باكستان، انا تنعجنو وتنخشي في الثلاجه، ملي تنبغي تنجبد ونبدا نطيب. هذاك الشيء علاش ما شاركتش معكم هنايا العجينه ديالو، لكن ان شاء الله غادي ندير فيديو وغادي نوريكم العجينه ديالو. هما فيهم اشكال بحال حنا اللي عندنا الملوي، عندنا المسمل مربع، عندنا رز قادي، ثم عندهم اشكال ان شاء الله غادي نشاركهم معكم بشويه بشويه، وان شاء الله يعجبكم الفيديو وقبلوا عليا. وهذه هي الوصفه ديالنا اكوري، البيض المسلوق بلا صوص، تيجي زوين وبنين، وقدمته مع شلاده ديال الخيار والمطيشه والبصله. وهذا هو المسمل ديالنا، شوفوا كي تيجي، انا درته بحال هكا وخشيته في هذيك باش تبقى سخون. صافي بحال هكا تتقدمي وتياكلوا، كل واحد ياخذ في الطبسيل ديالو وياكل ويشرب كي تيقولوا. يلا تبارك الله عليكم، نتمنى يعجبكم في الفيديو ديال اليوم، وراكم عزاز وفي القلب خدا حفيظ.